وإحياء لليوم الأفريقي للبريد وسعيا إلى ضمان خدمات عصرية للمواطن، يسهر قطاع البريد من خلال البطاقة البريدية إلى تقليص التعاملات المالية اليدوية، وهذا عبر تعميمها على المحلات والمؤسسات الاقتصادية. المزيد والمتابعة مع ويدا الزردوم. أصبحت عملية الدفع الإلكتروني لا تحتاج للتنقل إلى مكاتب البريد، فبمجرد الدخول إلى المنصة واتباع خطواتها يكون قد أنهى عملية الدفع واختصر وقتا وجهدا. طريقة الدفع الإلكتروني تسمح من جهة من تسهيل الحياة اليومية للمواطنين، ومن جهة أخرى من تأمين صحة المواطنين، وذلك عبر التقليل من التنقلات إلى المكاتب البلدية. من العام اللي فات لهذا العام احنا شفنا بلي كاين واحد 50% تاع الزيادة تاع الناس اللي يتقابلوا بالدفع. كاين تصرف تلقائي من عند الناس ثاني، هذاك هو اللي يعجبنا حنايا. كيكون الناس وحدهم يحوسوا على الطريقه، هذاك حنا نقولوا بلي صافي بطاقه البريد راهي خلاص راهي متعمه شويه. بطاقه الدفع الالكتروني لمؤسسه بريد الجزائر تمنح تسهيلات في التعاملات التجاريه ضمن رؤيه اقتصاديه جديده. إبرام اتفاقيات مع مختلف المؤسسات وكذلك المتعاملين الاقتصاديين، وسجلت بريد الجزائر منحنى تصاعدي ملحوظ بالنسبة للسنة الماضية في مؤشرات الدفع الإلكتروني. هنا بهذا المركز الوطني يتم تصنيع البطاقة الذهبية التي تمنح امتيازا كبيرا لمستعمليها. نقوم بتجديد البطاقات لكي المواطن يكون ما تخصوش البطاقة تاعو، وحنا نوزعوها لجميع الولايات الوطن. تعميم خدمة البطاقة الذهبية على المحلات التجارية والمؤسسات الاقتصادية من شأنها تخفيف الضغط على مراكز البريد، خاصة في ظل جائحة كورونا.